السلام عليكم، اهلا اخواني اخواتي، كديري لاباس عليكم؟ بخير، هانيين صحيحه، كلشي مزيان. كنتمنى هذا لا فيديو ان شاء الله باذن الله يلقاكم في احسن الاحوال والظروف ان شاء الله. وعنبداو لا فيديو ديالنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام. وهذا النهار ان شاء الله باذن الله هنقدم لكم واحد الكيكه الكوتي اللي كتجي غزاله وروعه، وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله باذن الله. وصراحه ما تنساوناش من اللايك والبارطاج، وديما نضغطوا حنا على الجرس، وزيدوا شجعونا اكثر وخليونا كلمات زوينين لتحت، الله يجازيكم بخير فضلا منكم وليس امرا لعجبكم الفيديو بطبيعه الحال. وخليكم ان شاء الله باذن الله مع المقادير وفرجه ممتعه. عندنا المكونات هنايا، كاينين راه سميتو كاس ديال دانون، انا درت كاس ونص، يعني حبه ديال دانون درت واحد كبير وواحد صغير. ثم يمكن لكم الا كان عندكم كبار ديروا واحد ونص، وربعه ديال الخمارات حمر من طبيعه الحال، وجوج ديال الاكياس ديال الخميره البويض، خمارات يعني بويض ديال الفاني، وربع كاس ديال الماء، كاس ما عامرش يعني مملوء جيدا، يعني كاس قل ربع تقريبا ديال الزيت روميه من طبيعه الحال، زيت المائده، وكاس ديال سنيده، كاس عامر بسنيده. واللاطه ديالي هي هذه، انا ندير هذيك اللي عندها تقبه في الوسط، نديرها يعني دهنتها بالزبده وطحنتها هي، وعندي قريصه ديال الملحه وشويه ديال الحامض في الكاس ديال المونينيكس، درت واحد القريصه ديال الملحه بطبيعه الحال المهم على حساب الطوقي، واحد شويه باش كتبنن وصافي. وعصرت واحد شويه ديال الحامض، كيعجبني ديك لوغو ديال الحامض في الكيك، يعني درت قطيره في الكاس ديال المونينيكس تماك وقبيصه ديال الملحه. ودابا غنبدا نضيف يعني كلشي في الكاس ديال المونينيكس، صراحه اللي كيطلع الكيك غزال غزال، يعني يمكن لكم ديروا بالروبو بيديكم بالفوي ديال السلك اليدوي اللي بغيتو. المهم الكاس مونينيكس كتجي سهله الصراحه وكتطلع غزاله دغيا دغيا بالزربه. درت كاس ونص ديال دانون ديال الفاني، درت انا حبه كبيره وواحد صغير، وكنبدا نضيف كلشي العناصر مع بعضياتها في المونينيكس. عندي كاس ماشي مملوء بالزيت المائده، كاس عامر ديال العنبه بسنيده، يعني الصراحه انا عندي المول كبير شويه باش درت لها داك الشيء بزايد، يعني درت كاس عامر، درت ربعه البيضات حيت المول تبارك الله عندي كبير. كان عندكم داك المول اللي كيكون داير وصغير، يمكن لكم ديروا ثلاثه البيضات وثلاثه ديال الاكسياس ديال الخميره، وجوج وخميره وحده ديال الفاني ديروها حبه على حسب الحجم ديال اللاطه. انا درت جوج ديال الاكياس ديال الفاني، خويتهم هنايا على هاد السكر سنيده، وعندي دابا البيض ونطرب جيدا مزيان، دابا نضيف البيض، اربعه ديال الحبات ديال البيض يكونوا بحراره المطبخ. كتجي الصراحه هاد الكيكه روعه، وكتجي رطبه وهشه وغزاله، جربوها الصراحه على حسابي. وديك الماء في التالي، المدافي واحد ربع كاس ديال المدافي تالتالي، كيعطيها واحد الطراوه والهشوشه، كتجي غزاله ورائعه. غنطحن هاد المكونات جيدا، وهذاك الشيء غنخليه تالتالي، عبقى الخمارات الماء الكاكاو، خلصت التزيين تالتالي والطحين بطبيعه الحال. بعد ما طحنت الخليط ديالي في الكاس ديال الطراب الكهربائي في الكاس ديال المونينيكس كامل، هذا الخليط طحنته وكنخويه هنا باش نبدا نضيف له الخمارات والطحين تدريجيا، يعني على حسب انا درت عينكم ميزان، عيني ميزاني وصافي. المهم عبرت حتى حصلت على الخليط اللي بغيت، ودابا كنبدا نضيف الخمارات وكنغربلها في ديك الصفاي ديال راه حلتهم لي اسماء كلهم حطيتهم حدايا. هنا هي كنهز ونخويهم، كنغربلهم، كيكون فيهم صراحه واحد الكويرات باش كتطلع الكيكه زوينه، كتجي مهويه، كنغربلوهم بهاد الصفاي هذا، وكنبدا نخلط وكنبدا نضيف الطحين تدريجيا شويه بشويه باش ما تقصحليش الكيكه وتجيكم مدقصه، هي شويه بشويه حتى كتخليو الخليط، كتحسوا على الخليط ما هوش ثقيل وما هوش خفيف بزاف باش ما تهبط، مي كيبقى خفيف الخليط كتهبط الكيكه ديالنا وما كتجيش زوينه، ولا درتوه قاصح بزاف عاوتاني كتجي الكيكه مدقصه من الداخل. كنبدا نضيف الطحين ونخلط،
ثم تشوفوا القوام اللي غنتحصل عليه. كنبدا نخلط مزيان، شوفوا داك الخليط اللي تحصلت عليه، يعني ما هو شيء خفيف بزاف وما هو شيء ثقيل، حيت كنزيدوا داك الربع كاس ديال الماء. عندك الماء دافي الصراحه غزال، وكيعطيها يعني قلت لكم واحد الطراوه واحد الهشاشه. جربوه الصراحه في الكيك اللي كيجي رائع. كديروا حتى كتخلطي يعني المكونات والعناصر مع بعضياتهم، حتى كتخلطي كل شيء، وفي التالي ملي كتسالي كتضيفي واحد ربع كاس ديال الماء بالخليط، يكون دافي بطبيعه الحال، الماء يكون دافي. هانتوما انا عندي راه سخون هذا، وكتطلع تبارك الله كتطلع وكتجي ما شاء الله كتجي فايضه على اللاطه. دابا غنبدا نخلط هذا الخليط، ندخل داك الماء، شوفوا تبارك الله راه طالع منه الفرق. قلت لكم الماء راه سخون، كندير عليها ربع كاس فقط، شويه ماشي بزاف، وكنبدا نخلط كندخل فيها داك الماء كامل، وعاد باش كنخوي نص شويه في اللاطه. اللاطه راني دهنتها بالزبده ورشيتها بشويه ديال الفرص، وكنخوي النص في الخليط، والنص كنخليه كندير فيه واحد جوج معالق ديال الكاكاو، وكنزيد عليه حتى هو قطيره ديال الماء باش ما كيقصحليش الخليط ويجيني خايب. كنزيد عليه في واحد القطيره حتى هي ديال الماء، وكنخلط بداك الكاكاو مع ديك النص ديال الكيكه اللي كيبقى لي بيض في هذا في الطاسه، باش كنزوق به الكيكه ديالي من الفوق. انتم عاد تشوفوا كلشي، الحمد لله تبعوا وتشوفوا كلشي بعينيكم، اللي كتجي الصراحه رائعه بزاف بزاف. انتم كنخوي في داك النص، كنخلي واحد شويه قليل، هي المهم كنبغي نزوق به، كيعطيها الصراحه واحد الرخامه، كتجي رخاميه وكتجي غزاله لا من الداخل ولا من برا. هذيك الشويه اللي خليت، دابا نخلطه مع الكاكاو، كندير معاه واحد جوج معالق ديال الكاكاو ماشي بزاف، وكنخلطو كنزيد عليهم قلت لكم قطيره حتى هي ديال المدافي، باش كتبقى لي الكيكه في نفس الخليط اللي خلطته في نفس الحجم، حيت راكم عارفين الكاكاو كيقصح سميتو كيقصح الكيكه. هانتوما كي كنخلطو هو كنغربلو مزيان باش ما يبقاليش فيه ديك التكتلات وداك الكويرات. مزيان، ودابا صافي. المهم قلت لكم كتزيد عليه قطيره ديال الماء دافي، واحد معلقه ولا جوج معالق، باش ما تقصحليش ليا داك. هانتوما انا زدتها جوج معالق، هي اسماء ما كانتش كتصورني، زدتها جوج معالق ديال الماء دافي، وكنخلطو مزيان، كيجي نفس القوام اللي درت البيض، كيجي نفس القوام حتى هو الكحل، ما كيجي لا قاصح لا والو. وكنبدا نخوي عليها بحال هذا الشكل هكا، كندور هكاك في الوسط، وكنبدا نزوقها بالكوردون ولا موس ولا اللي عندكم. كتبداو تخلطوا داك البيض مع الكحل وصافي، باش كي تعطينا شكل ورده من الداخل، وكتجي غزاله صراحه. انا كنبدا نهبطو بيديا هكا باش كنلحس داك المول، ما كنخليو حتى حاجه تضيع الصراحه، كله هبطته هنايا. ودابا كنشد موس بحال هكا، وكنبدا ندور بحال هكا باش كتخلط، كينسجم داك البيض مع الكحل، وكتعطينا شكل زويون من الداخل، كيجي المنظر ديالها رائع. كنتمنى الصراحه تجربوها، وكيجي لوغو ديالها ولا اروع، كيجي فيها داك المذاق ديال الليمون والفاني، كتجي خطيره جدا. كنتمنى تجربوها الصراحه وتنال الاعجاب ديالكم، والمنظر ديالها كيجي جميل بزاف بزاف. دابا كنخليها كنشعل العافيه، خلاص كندخلها انا الفران بارد، كنشعل العافيه مهيله، وكنحطها من الجهه الفوقانيه، انا عندي فران الغاز، كنحطها من الجهه حتى كتنفخ على خاطرها، كنخليها واحد ربع ساعه دغيا تبارك الله كطيب، ما كتعطرش، وكتخرج غزاله، وطلعت تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كي جات، وجات غزاله الصراحه، ما شهيتكم فيها. شوفوا المنظر ديالها كي جا فن، وكنديروا بها الكوتي في العشيه، كنقدمها لوليداتي مع كويس داتاي، قدموها مع العصير في هذا البرد صراحه كتجي روعه. وما نعكسوش هادشي اللي كاين مع هاد البرد صراحه، كيعكس بزاف والله العظيم، كيجي كنعكسو على هاد البرد.
وها هي كي جات. انا ما كنت نزوقها من الفوق بوالو، فقط كندهنها بشويه العسل من الفوق باش كيعطيها ديك النعومه وديك البريو وصافي. هادشي اللي كاين، ما كندير لها حتى حاجه، كنخليها هكا كتجي زوينه المنظر ديالها. دهنتها بشويه د العسل، درت لقطيره د العسل من الفوق ودهنتها خلاص باش كيعطيها ديك البريو، كتجي كتبري. اولا النباج ولا الكليكوز اللي عندكم شي حاجه ملميعه ديروا لها، المهم باش كتعطينا هذا اللوين اللي غزال، كتجي كتبري. وقدمت معاه شويه ديال الفقاس خلاص، وشويه ديال الكاوكاو برير ديال اتاي. اللهم ديمها، اللهم احفظها النعمه يا ربي ودومها علينا ان شاء الله باذن الله. ودابا نقطع لكم طريف باش تشوفوا كي جات. الصراحه جات رائعه، روعه روعه روعه، ورطبه وفتيه هشه كتذوب في الفم. وكنتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. وشكرا لكم على الدعم ديالكم وعلى التتبعات ديالكم وعلى الكومنتير ديالكم وعلى الكلمات الزوينه اللي كتفرحني الصراحه وكتحفزنا. وزيدوا شجعونا اكثر، الله يجازيكم بخير يعني فضلا منكم وليس امرا، الله يسهل عليكم، الله يرحم لكم الوالدين ويخلي لكم الله سبحانه وتعالى وليداتكم تنتوما ينبتهم نبتا حسنا ان شاء الله وتكون ذريه صالحه. هادشي اللي كنتمنى لكم، وشكرا بزاف بزاف الصراحه، الله يجازيكم بخير. هي مازال الصراحه سخونه، انا كنقطعها لهم طريفات وكنحطها لهم في الطبيصلين وكنخليها تبرد واحد شويه، يعني الا ما كياكلوا شويه كاوكاو فقاص على ما تبرد. انا عاد خرجتها من الفران وهي انصافيه جالسه وصاحبتها حداها جالسه حتى هي. ايوا هادشي اللي كاين، هذه هي الطبيله ديالنا. شكرا لكم بزاف بزاف، الى فيديو قادم ان شاء الله.